مات الوزير ابن الناقد فوزر المؤيد ابن العلقمي وأستاذ الدار والأستاذ دارية لمحي الدين ابن الجوزي. مات الوزير ابن الناقد فصار ابن العلقمي وزيرا وصارت الأستاذ دارية أستاذ الدار لمحي الدين ابن الجوزي. أقول لاحظ أن ابن العلقمي لم يكن وزيرا قبل أن يصير وزيرا في سنة 642 هجري، فلم يكن له أي دور تنفيذي أو استشاري في عملية المؤامرة والانقلاب على خفاجي واغتياله وتضييعه، وليس له أي دور في تنصيب الخليفة المستعصم الذي لا يصلح لأن يرعى بضعة أغنام، فكيف بشعوب الإسلام وبلدانها؟ ولا دور لابن العلقمي في تمكن الدويدار والشرابي والمماليك السلاجقة وسيطرتهم على مقاليد الحكم في بغداد، وبالتأكيد لا دور له في زمن خلافة المستنصر، فيكذب كل من يدعي خلاف ذلك. وفي سنة 45 أي 645 هجري يكمل الذهبي يقول: راح الصالح إلى مصر وخلف جيشه يحاصرون عسقلان وطبرية فافتتحوهما، وحاصر الحلبيون حمص أشهرا وتعب صاحبها الأشرف فسلمها وعوض عنها بتل باشر في سنة 6 أي سنة 646. وفي سنة 7 أي سنة 647 هجمت الفرنج دمياط في ربيع الأول، فهرب الناس من الباب الآخر وتملكها الفرنج صفوا عفوا بدون قتال، يتقاتلون فيما بينهم ويتآمرون مع الفرنج ومع المغول، ومع هذا يغدر بهم الفرنج والمغول ويأخذون منهم البلدان، وهم بدون أي حراك، وهم أذلاء، وهم عملاء، وهم خونة، هؤلاء هم أئمة الدواعش المارقة. واستهلت سنة 8 أي سنة 648 هجري، وفيها استولى صاحب حلب على دمشق ثم سار ليأخذ مصر وهزم المصريين، ثم تناخوا وهزموه وقتلوا نائبه، واستولى لؤلؤ على جزيرة ابن عمر وقتل مالكها في سنة 9 أي سنة 649 هجري. وفي سنة 50 أي 650 هجري أغارت التتار على ميا فارقين وسروج وعليهم القائد كشلوخان المغولي. وفي سنة 54 أي 654 وفيها صار الطاغية هولاكو ابن تولي بن جنكس خان في 100,000، وافتتح حصن الألموت وأباد الإسماعيلية وبعث جيشا عليهم على هؤلاء جيش القائد باجونوين، فأخذوا مدائن الروم أي في تركيا وذل لهم صاحبها وقتل خلق كثير. لاحظ أنا أتيت بهذه المقتبسات حتى نعرف حركة المغول، تصرف المغول، قرارات المغول، قوة المغول، قوة التتار، تآمر وأمالة حكام المسلمين وسلاطين المسلمين للمغول وللفرنج، حال حكام المسلمين، حال المسلمين في ذلك الزمان، بعض النقاط، بعض الإشارات مما حصل في ذلك الزمان وما ذكره المؤرخون. أقول غزا المغول إيران وتركيا وأجزاء من العراق والشام وما وراء إيران وما وراء النهر إلى الصين، وصلوا إلى العراق وأخذوا المدن من العراق ومن الشام، فهل كانت بغداد في مأمن من غزوهم وخارج حساباتهم حتى يحتاج قرارهم غزو بغداد وتحركهم لبغداد إلى تغيير ابن العلقمي؟
لذوي العقول.